الأداء كان جيد واللعيبة عملت اللي عليها، وأعتقد إن لو كان فيه يعني زيادة في التوفيق كنا ممكن نكسب أكتر من 2. لا مستر كوبر ممكن يكون في حاجات هو مش راضي عنها، لكن أعتقد راضي على الأداء كله، وكفاية الرجولة اللي كانت موجودة في اللعيبة من حارس المرمى لغاية حتى الاحتياطيين اللي نزلوا وكملوا الماتش. فلا انا شايف ان البدايه جيده باذن الله. لا اللعيبه كانت مركزين من ساعه احنا ما طلعنا من هنا، طبعا عدم وجود جماهير وعدم وجود اعلام معانا انا اعتقد ان ده كان شيء جيد، ادى الى التركيز اكتر سواء من الجهاز او من اللعيبه. برضو كان في عدد من المصريين هناك مش كتير، البلد نفسها هاديه، الامور كلها كانت ماشيه كويس جدا، سواء من اول ما وصلنا لغايه ما سافرنا ما كانش فيه اي حاجه عكرت صف البعثه. يمكن خوفنا شويه لما الدنيا مطرت قبل المباراه بثلاث اربع ساعات، لكن قبلها بساعتين المطر وقف والجو كان كويس والملعب جيد، الجمهور كان مثالي الحق بيشجع فريقه وخلاص، ما بيحاولش يتعرض لاي حد من عندنا، وده كان شيء مهم جدا كجهاز وكلعيبه. لا ما قلناش مش موجوده، هم فرحانين بقدر فوزهم على الكونغو وعارفين يعني ايه غانا وعارفين يعني ايه اوغندا، واتفرجنا على ماتش كونغو واوغندا والفرقتين فرقتين كويسين وممكن يعملوا نتائج. فانت طبعا بتلعب ماتش بماتش، وباذن الله يعني نكسب غانا يبقى يعني دي انت قطعت شوط كبير في الوصول لنهايه كاس العالم. الحمد لله طبعا ببارك لكل الشعب المصري والجمهور الكره المصريه بشكل خاص، وان شاء الله باذن الله تكون خطوه مهمه جدا في طريق التاهل لمونديال روسيا 2018. احنا غبنا كتير جدا عن المونديال، انا شايف بشكل كبير ان شاء الله يعني تاهل المنتخب للجابون البطوله الافريقيه في الجابون وخطوه للبدايه الجيده في تصفيات كاس العالم. ان شاء الله باذن الله الكره المصريه راجعه، وباذن الله في وجود الجهاز الفني الحالي بقياده مستر كوكر ومجموعه اللعيبه اللي كلهم يعني خبره وتالق ومهاره ان شاء الله باذن الله، في وجود مهندس هاني بوريدا مشرف على المنتخب ورئيس الاتحاد ومذلهم كل العقبات، كل الجهاز الاداري يعني بقياده المهندس قبل هيطل، الحقيقه انا شايف ان هو عامل دور كبير جدا، وان كان يعني ممكن يبقى مش محسوس للجمهور لكن عامل دور كبير جدا. باذن الله المجموعه دي ان شاء الله باذن الله هنحقق نتيجه باذن الله مرضيه جدا للشعب المصري، وهنكون منافسين بشكل قوي على البطوله الافريقيه في الجابون، وباذن الله هنكون في روسيا 2018. لا طبعا الناس كلها مركزه ما فيش مشكله، احنا عندنا يوم 13 11 مباراه غانا ان شاء الله باذن الله برضو تكون خطوه يعني ان شاء الله باذن الله مهمه جدا عشان نحسم ان شاء الله التاهل بدري.